اليوم قمنا بواحد الحملة ديال تحرير الملك العمومي على إثر المراسلة اللي جات من السلطة المحلية، وتكونت لجنة فيها السلطة المحلية بطبيعة الحال، وفيها التجهيز، فيها الجماعة، فيها إدارة الشاطئ اللي عاد تعيين مديرها مؤخرا، فيها قسم البيئة والشرطة الإدارية ديال الجماعة. دونك قمنا بمعاينة بعض لي كونسيسيون، يعني لوكوباسيون على الرمال، بعد الباراسول وبعد الترونزات، ووقفنا على جميع الشبهات اللي كاينين على الشاطئ، وكذلك وقفنا على المرافق الصحيه اللي كاينين على الشاطئ فوق الرصيف، وعلى الجيتسكي، هذو الناس اللي تستعملوا الجيتسكي في الشاطئ. على اثر هذه اللجنه دونك حسينا بعض الشبهات، بعض المسائل اللي تتسائل السير ديال الشاطئ، وغادي نحر ومحضر، وان شاء الله الهدف كله من هذه العمليه، وهذه العمليه غادي تستمر، لان ماشي غتكون عمليه غير سميتو مؤقته، غادي تستمر طوال شهر الصيف. الهدف من هذه العمليه وهو بغينا نوجدوا الشاطئ فواحد باش يكون فواحد المستوى عالي، خصوصا واننا على ابواب الصيف، كما تعرفوا بان الصيف هذا العام غادي يبدا مباشره بعد عيد الفطر. دونك حنا تنتظروا باش الشاطئ اكادير يوصل الذروه ديالو مباشره بعد عيد الفطر، وحنا الهدف ديالنا هو نوجدوا كاع المرافق اللي مرتبطه بهذا الشاطئ. اليوم كانت عندنا حمله صغيريه من جميع الشوائب اللي كتعرفها لا كورنيش ديال مدينه اكادير. هذه الحمله كتكون بمشاركه عده متدخلين، منهم الجماعه بطبيعه الحال، السلطات المحليه، وزاره التجهيز، الوقايه المدنيه، الملاحه البحريه، ومصالح اخرى. من بين الشوائب عندنا استغلال الملك العمومي بدون ترخيص من طرف الناس اللي كيستعملوا الشمسيات والكراسي، الناس اللي كيستعملوا الدراجات المائيه بدون ترخيص، والشائب الاكبر في هذه المنطقه وهو احتلال المرافق الصحيه من متشردين واستعمالهم لاغراض غير التي هي معموله لها. السلطات قايمه بالواجب ديالها، الى يمكن نقول لكم ان من 11 ديال النهار حتى لهاد الان وحنايا باقيين في هاد الحمله، ونتمناو تضافر الجهود باش نزيدو نقيو هاد الفضاء اللي هو الوجهه الرئيسيه ديال السواح، لا من داخل الوطن ولا خارج الوطن، وتكون مشرفه لمدينه اكادير وترتقي بنا المرتبه اللي كنتمناوها لمدينتنا وطنيا ودوليا. في اطار اللجنه المحليه المتكونه من السلطه المحليه، المجلس الجامعي لمدينه اكادير، والامن الوطني، قوات المساعده، وقايه مدنيه، مصلحه التجهيز، قمنا بواحد الحمله من اجل تحرير المنتزه من الشوائب والاحتلال للملك العام بدون سند قانوني، يتم فيها حجز عدد من الكراسي والمتلاشيات، والناس راهو الناس ديال المنتزه بادروا البادره هذه واستحسنوها، وان شاء الله غنقوموا بها يوميا ان شاء الله حتى يتم تحرير المنتزه من جميع الشوائب ان شاء الله.